طيب عايز اسالك كمان، مين في رايك افضل لاعب في العالم في الوقت الحالي؟ لا ارى، لا ارى ان هناك لاعب قد حسم هذا التصنيف لصالحه، ولكن هناك كريستيانو رونالدو او ميسي، برغم وجود فرق كبير بينهم، ولكن اذا تحدثنا عن الهدافين فانه يوجد صلاح وليفاندوسكي وهالاند وبنزيما، ولكن هما اللاعبين مختلفين. حتى ان اقول هناك لاعب مميز حتى يستحق اللقب منفردا، لا اراه واضحا الان. طيب عايز اسالك كمان عن مهاجم بيلعب حاليا في الكره العالميه، كان او هو الان يشبه ادائك في الملعب. أعتقد أن كان وضعي في مركزي في المنتخب كان خط الوسط، وهذا كان يعطي حرية لأي لاعب أن يلعب في المستطيل الأخضر، فإنني لم أرى أو لم أركز في هذا الشيء، وبالتالي لم يلفت نظري لاعب يشبهني، لأن كل لاعب يكون مختلف عن الآخر.